بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا شباب. ناخذ لنا مساله الان تدربنا على كيفيه استخدام الكومبريسبيلتي تشارت من اجل الحصول على الزي فاكتور والذي سيحسن من اداء الايديال غاز لو. طيب المساله هذه تقول عندي ايثين ان ريجيد فيسل از تو بي هيتد. لما يقول لي ريجيد فيسل على طول مباشره اهو احط لي الريجيد فيسل هنا is to be heated from 550 كيلو باسكال، اهو بي 1 حيساوي 550 كيلو باسكال، والتمبريتشر 140 درجة مئوية. اوكي until its temperature is 280 degrees celsius. اوكي تم التسخين لحد ما هذه ستيت 1 وهذه ستيت 2، وتم التسخين لحد ما وصلت التمبريتشر تي 2 الى 280 دجري سيلسيوس. يطلبك الان ما هو الفاينل بريشر اوف ذا ايثين از بريدكتد باي ذا كومبريسبيلتي تشارت. دعونا في البدايه الان قبل ما نستخدم الكومبريسبيلتي تشارت نسوي الاناليسيس عاديه جدا، كانه نسينا ما نصحح او ننتبه الى كميه الضغط او الايرور اللي في الايديال غاز لو. لو جينا عندنا P1 V1 على T1 حيساوي B2 V2 على T2، معايا؟ الفوليوم هنا هو نفس الفوليوم هنا، وبالتالي البريشر اللي يبغاه هو B2 حيساوي B2 is equal to T2 على T1 مضروبة في P1، و T2 زي ما انتو شايفين تسخن الى 280 زائد 273، وبينما T1 كانت 140 زائد 273. اوكي وحنضربها في البريشر الاساسي اللي هو 550 كيلو باسكال. اوكي فهذا حيعطينا 763.44 كيلو باسكال. يا ترى هل الإيثين is an ideal gas عند الحرارة 140 وعند البريشر اللي هو 550 شوية عالي؟ أوكي وبي 2 وبي 2 أيضا بيكون أيضا أعلى، فالضغط ليش أعلى؟ أنت سخنت حيزداد الضغط، فالوضع عندنا شوية مقلق. فنبدأ نستخدم نحاول نستخدم الكومبريسيبيليتي تشارت بحيث اننا نجيب زي 1 وايضا نجيب ايش؟ نجيب زي 2. طيب العملية كالتالي، عشان تدخل الكومبريسيبيليتي تشارت، هذا هو التشارت يا شباب، جبت لكم من مورانا شابيرو لاني احس انه اكثر وضوح. قبل ما نروح الى الكومبريسيبيليتي تشارت خلني بس اعطيكم شكل سكتش كذا يعني بسيط يوضح لنا كيف الكومبريسيبيليتي تشارت از وركينج. اهو حنشوف احنا باذن الله حاجه كذا. اوكي هذا هو الزي وهذا هو البي ريديوست، وبعدين عندي اذا كان هذا هو 1.0 حنحصل ما يسمى بي التي ريديوست لاينز بهذه الطريقه. بس برسمه على طريقة الصح، تذكر انها تشبه الصح. طيب هذه تي ار تساوي 1.0، يتقاطع معها ما يسمى بالفي ريديوست لاينز. الفي ريديوست لاينز تبدأ كذا بهذه الطريقة، اوكي، وعادة تكون ايش؟ دوتد لاينز، تكون نقاء خطوط منقطة. اوكي وفي مكان ما يضع لك رقم حقها اللي هو الفي ار، يعني ممكن تحصل هنا القيم موجودة، يعني مثلا هنا تحصل اوكي 3 2 1، مثلا 1.5 1 بوينت مثلا 4، وتحصل هنا يكتب لك في ار. اوكي معايا؟ فالاهم شيء ان الارقام حقت الفي ريديوست
تمشي بطريقه معينه كذا. وبالنسبه للارقام الخاصه بالتمبريتشر هذا كمان بيحطها لك كذا بهذه الطريقه معايا لحد ما يوصل هنا. فهذه ارجو انك تكون تنتبه لها. حوريك انا الشكل ويتضح لك الكلام اللي انا ذكرته. يلا زي ما انت شايف الان بالاصفر بحدد لك البي ريديوست هذا هو، وهذا الزي اوكي، هذه الواحد اوكي. شوف هذا الوصل اللي فوق من 1 إلى 1.2، هي من هنا إلى هنا بس حطها فوق. ليش؟ لأن الواحد اثنين ثلاثة أربعة منحنيات تلخبط عليه، لو جبنا المنحنة هذه هنا يا شباب لخبطت علينا، فهو فصلها، وهذا اللي خلاني أعجب بالأسلوب ذا في الرسم. أما في كتابكم في شنجل فهي مولدة بواسطة السوفت وير، فالسوفت وير سواها كل أبوها على نفس، فتحصل هنا تزاحم شديد جدا. المهم هنا 3.5 2.5 2 1.8 1.6، خلني أوريك 1.6 إيش هو. هذا هو الخط معايا بالأصفر، 1.5 1.4 1.3. اهو هنا اللخبطة يا عيال، شفتوا انتبهوا. ها جانا الستريم او الانفورميشن الخاصة بالفي ريديوست لاينز، بوريك اياها. نواصل في الحرارة 1.2 1.15 1.1 1.05 الى المنحنى الاخير هذا اوكي، اللي هو تي ريديوست بكم؟ ب 1. لاحظ يتحدوا كلهم مع بعض يمشون بهذا الاتجاه اوكي، جميله جدا. طيب وين الفي ريديوست؟ الفي ريديوست يا حبيبي شوفها هي المنقطه هذه، بسم الله كذا وكذا. طيب نبدل هذا الثلاثه 2 1.6 1.4 1.2 1.9.8.7.6. بوينت، شوف كتب لك هنا في ريديوست 0.5 بالرغم انها ما هي واضحه اهو. خليني ارسم لك الان، شوف كيف الخط المنقط ماشي. معايا 0.45.4.35.3.25، واخيرا شوف هنا في ريديوست برضو لازم تقراها، ما هي واضحه بس اخذ لي القلم هنا. شفت هذه؟ في ريديوست 0.2 تمام يا اخوان. طيب تعرفنا الان على يعني الكومبريسبل تشارت مضبوط، ونبدا الان بايجاد بي ار وتي تي ار وفي ار بحسب المعطيات لكل حاله، ستيت 1 وستيت 2. ستيت 1 احتاج بي ار مع التي ريديوست، ستيت 2 احتاج هو يبغى البريشر، فبي ار ما معطى معايا لكن الفوليوم موجود، لان اتس ا كونستنت فوليوم بروسيس. فاحتاج اني اجيب في ار واشوف وين يتقاطع مع التي ار واجيب الزي 2. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الان. نروح اول شيء نجيب المعلومات الخاصه بالايثين من الجدول. هذا هو الايثين اوكي، وهذه الفورمولا C2H6 الخاصه بالميثين، وهذا هو الموليكولر ويت او المولر ماس كيلو جرام لكل كيلو مول، وهذا الغاز كونستنت 0.2765. طيب هذه هي الكريتيكال تمبريتشر، وهذه هي الكريتيكال بريشر، وهذا العمود ما احتاجه 0.148 از ذا كريتيكال سبيسيفيك فوليوم، لكن ما احتاجه لان الذين انتجوا لنا الكومبريسيبلتي تشارت لم يستخدموا القيم الحقيقيه، ولكن استخدموا القيمه التي تقول في كريتيكال حيساوي ار تي كريتيكال على بي كريتيكال اوكي، من اجل توليد التشارت. فانتبه لا تستخدم العمود هذا. طيب نسجل الداتا يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الار الخاص بالايثين 0.275،
و تي كريتيكال زي ما انتم شايفين 305.5 وهذه كالفن، والبي كريتيكال عبارة عن 4.48 يعني 4480 كيلو باسكال. اوكي سو ليتس جو تو، نروح الى ستيت 1. اوكي ستيت 1 زي ما انت شايف اعطاني البي والتي، فاقدر اجيب البي ريديوست اللي هو البريشر حاليا على الكريتيكال بريشر اللي هو خاصيه من خصائص الماده. البي كان 550 كيلو باسكال مقسوما على بي كريتيكال اللي هو 4480 كيلو باسكال، وهذا حيعطيني يا عزيزي 0.123. اوكي وايضا حتكون عندي تي ريديوست حتساوي تي 1 اوفر تي كريتيكال، which is تي 1 بكوي يا اخوان ب 140 زائد 273 اوفر 305، وهذا حيعطيني 1.025. تمام هيا امشي الان نروح بسم الله الرحمن الرحيم على الشارت اللي وريتكم قبل شويه ونبدا. تذكر انه لما تروح على الشارت هنا حتجد ان البي ريديوست 0.123، هذا يا العشرة 7 5 4 3 2 1 0.5 وبعدين 1.123 يعني يا دوب انتهينا في هذا المكان. طيب يعني مره قليل يعني ناحيه الصفر، ولكن اهو نبدا. هذا هو البي ريديوست. طيب التي ريديوست كانت 1.025، التي ريديوست الشباب 1.0 وهذه 1.05 الكيرفين هذولا، بينما حقتنا تي ريديوست 1.025. تمام يعني بالضبط ما بين الاثنين. فانت تبغى توصل هنا، تبغى تولد منحنى جديد الان، منحنى جديد بالضبط ما بين ايش؟ ما بين الاثنين اهو. شوف 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 قربنا قربنا يا شباب قربنا. شوف وين تقاطعنا يا اخوان، وي هاف انترسكتد سم وير هير. هذا 0.9 وهذا 0.95، يعني اي وود سي 0.97 ما هي مشكله 0.97. فاهم شيء انك لاحظ سويت كيف، انا سويت انتربوليشن ما كان عندي تي ار، هذا واحد وهذا 1.5 بينما انا عندي 1.25، فمشيت بين الخطين تقاطعت هنا. I will say الآن إنه Z1 is equal to 0.97، واعتبر هذا إيش؟ إنجاز كبير. طيب إحنا بحاجة الآن أيضا إلى إننا نجيب إيش؟ Z2، عشان لما أطبق إيش المعادلة هذه يكون عندي هنا Z1 يكون عندي هنا Z2. نروح إلى State 2 وأجيب T reduce 2 which is T2 على T critical. T2 سخنا أصبحنا 280 يا شباب زائد 273 على T critical 305.5 كالفن، هذه يعطي لي 1.81. وطبعا الأفضل تحطها في 1 digit لأن الجراف ما في إلا 1 digit. ونجي الآن إلى بيجي واحد يعني طاير ومستعجل ويبغى يجيب البي ريديوست، فيقول هذا بي ريديوست 2 يقول بي 2 على بي كريتيكال، لكن احنا نبحث عن بي 2 نحن نب... اذا هذا مجهول. فكيف استخدم الشارت؟ ادخل بواسطه ماذا؟ بواسطه الفي ريديوست. طيب في ريديوست 2 التعريف حقه ال V2 actual over ال V critical اللي تعريفه R T critical over P critical، وليس من الجدول. V2 actual حيساوي V1 actual. اوكي لانها constant volume process. طيب ممتاز جدا.
إذن طيب كيف أجيب الـ V1؟ عشان أجيب الـ V1 أطبق P1 V1 حيساوي Z1 R T1 أوكي؟ وبالتالي فإن V1 حيساوي Z1 R T1 over P1 هذا يعطيني 0.1511 متر تكعيب لكل كيلوغرام. ممتاز جدا، هذه أجيبها هنا. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 0.1511 على الفي كريتيكال اللي هو الار. الار جبناه من الجدول كان 0.275 في التي كريتيكال 305.5 على البي كريتيكال بالكيلو باسكال 4480. هذا يعطيني 8.01. لما نقول تي ريديوست 1.8، تي ريديوست 2.1.8 1.15.20.30.40.60 اهو هذا هو المنحنى يا ولدي، اهو this is our curve، ولازم احط عليه this is 1.8 وبتجاهل الديجيت this is 1.8 تمام. الفي ريديوست كان 8.1. لاحظ في هنا 0.2 0.25 0.3 3 5 4 5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 اقرب لك كمان شويه 1.2 1.4 1.6 2 وهنا 3. واضح انه فين قاعد يتزايد، بس وين بقيه الجرافس؟ ما موجوده. فاروح الى مين؟ اروح لي الجدول الآخر اللي معطى في نفس الكتاب حقك، ألا وهو كبر الرينج هو من 0 إلى 1 معايا. طيب أرجع نقول نبغانا ندور على التي ريديوست 1.8. وير واز ات؟ هير ات از يا شباب. هو يلا this is 1.6 وهنا 2، فالخط in between بالضبط. لاحظ اني ما عاد اقدر اواصل، فايش بسوي؟ باخذ القلم هذا وامشي. اوكي والفي ريديوست اللي انا حاطه لك بالاحمر الان هنا محطوط بايش؟ الفي ريديوست ب8. فنمشي 2.4 3 3.5 4 5 6 8 ما شاء الله تقاطعنا هنا. هي شوفوا طبعا اهو هذا هو. اوكي فتقاطع هنا، تقاطع وين؟ في هذا المكان. هذا المكان تقريبا هنا، هذه 0.9 وهذه 0.95 تقريبا 0.99 I would say 0.99 طيب ممتاز جدا. إذن أرجع أقول إذن from the chart فإن زيتو حيساوي 0.99. أيوة إذا أستطيع الآن أجيب B2 بكل دقة. أقول P1 V1 على Z1 T1 حيساوي B2 V2 على Z2 T2 وطبعا هذا حنخلي V1 وهذا حيكون V2 لأن الماس يتكنسلون مع بعض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا B2 نبغى نسوي الحساب هذا. B2 حيساوي Z2 على Z1 في T2 على T1 أوكي في أوكي في V1 على V2 مضروبا في الأخير في P1. يبغانا نسوي شوية حسبة على مهلنا الآن. يلا إذن B2 طيب بعد شوية من الحسابات والتعب شوية شباب طلع لي كم؟ 991.76 كيلو باسكال، مع ملاحظة أنه V1 يتكنسل مع V2 لأن الفوليوم ما تغير. أنا هنا فاتني
أيضا V2 حيساوي V1 حيساوي V2.